المرسل باء ميم من الدمام يقول: ما حكم قراءة القرآن الكريم وحفظه دون إتقان الحكم التجويدي كاملا ودون ترتيل جميل؟ وهل يدخل ذلك في مخالفة أمر الله سبحانه في قوله: ورتل القرآن ترتيلا؟ الواجب إعراب القرآن، بمعنى إقامة تلاوته من الخطأ واللحن، فلا يرفع المنصوب ولا ينصب المرفوع ولا يرفع المخفوض أو المجرور، بل ينطق بالكلمات على الوجه النحوي. هذا هو المطلوب، إعراب القرآن وعدم اللحن فيه. واللحن على قسمين: لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى، وكلاهما يجب إصلاحه ويجب تعلم القرآن على الوجه الصحيح. أما تلاوة القرآن بالتجويد وبتحسين الصوت، هذا من المكملات والمستحبات وليس هو من الواجبات. لا يجب على الإنسان يتعلم أحكام التجويد، وإنما هذا من باب المتممات والمكملات المحسنات للتلاوة. نعم. فإن كان بعض علماء التجويد يقول إن هذا نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالحركات الأربع والست والستين. ما نقل عن الرسول هذه القواعد، المدود الأربع وما أدري كيف والإدغام بغنة، إنما هذه محسنات استنبطوها من ألفاظ القرآن، ومن فهي قواعد مستنبطة ليست واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. أحسن الذي يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن، وقال: زينوا القرآن بأصواتكم. هذا مطلوب حسن الصوت. واستمع صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري لحسن صوته وتلاوته، استمع إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فما لا شك أن تحسين الصوت وإتقان القراءة والتجويد أمر مطلوب، لكنه ليس بالواجب. إنما الواجب صيانة القرآن من اللحن، تغيير الحركات الإعرابية، هذا هو المطلوب.